ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في أول فقرة في حلقتنا وهي الفقرة الإخبارية. أول خبر معانا النهاردة عن الاقتصاد المصري. الحقيقة وزارة التخطيط أصدرت بيان أوضحت فيه أنه الاقتصاد المصري نما بنسبة 4.4% من الربع الأول من العام المالي 2022-2023 واللي بدأ في شهر يوليو 2022. والحقيقة الاقتصاد المصري بينمو في ظل تحديات كبيرة بيواجهها العالم كله زي فيروس كورونا وزي الحرب الروسية الأوكرانية وكمان الأثار اللي حدثت بسبب التغير المناخي. معنا على التليفون دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. برحب بحضرتك يا دكتور وصباح الخير. اهلا وسهلا يا اندرو، اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين، صباح الخير. اهلا بحضرتك. يعني عايز اسال حضرتك ايه سر او ايه السر وراء نمو الاقتصاد المصري طبعا رغم يعني موجات التضخم وزياده الاسعار اسعار الفايده في العالم كله؟ هو بالتاكيد اللي يعني عايزين نقول ان النمو هو معدل الزياده في السلع والخدمات خلال فتره معينه. المعدلات النمو هي أساس أو هي المؤشر الأساسي اللي بنحكم به على سلامة مسار الاقتصاد وعلى تحقيق نجاحه، باعتبار أن ثمار النمو تتساقط تلقائيا على كافة الطبقات. ولكن هي معدلات النمو كمؤشر بيختلف من وقت لآخر، يعني احنا أحيانا بنكون مستهدفين معدل نمو كبير، احنا في النصف الاول من 2021 محققين معدل نمو 9%، وده كان رقم كبير وهائل جدا. النهارده نحن سعداء بتحقيق 4.4%، وبنخطط لكي نصل الى معدل نمو 5% بنهايه العام المالي الجاري. ففكره ان احنا نكون سعداء ب 4.4% سعداء بها ايضا زي ما كنا سعداء بمعدل نمو 9%، لان العبره احنا فين من المتوسط العالمي. المتوسط النمو العالمي في هذه الفتره من 2022 هو متوسط، يعني بنتكلم في ربما يتجاوز قليلا ال 2%، فاحنا محققين معدل نمو يزيد عن المتوسط العالمي. هذا النمو بيتم تحقيقه من خلال تحفيز الاقتصاد اللي بتقوم به الحكومة من إجراءات أهمها زيادة الاستثمارات الحكومية. الحكومة المصرية بتضخ استثمارات حكومية في الاقتصاد في العام المالي الجاري بتصل إلى 400 مليار جنيه، عبارة عن مشروعات حكومية بتقوم بها، فلما بتسندها إلى شركات هذه الشركات بتحصل على مقابل لما تقوم به بالمشروعات، ثم ترحل أو تحول إلى أجور في عمالتها، يتم ضخ هذه الأجور في الأسواق لتنشيط الأسواق. بالتالي فالاستثمارات الحكومية إلى جانب تشجيع الحكومة لاستثمارات القطاع الخاص وما تقوم به الحكومة المصرية من إجراءات محفزات متعددة للاقتصاد، أتصور أن هذا هو السبب الرئيسي في تحقيق معدل النمو الذي تم رصده خلال الفترة الماضية. عايز أسأل حضرتك عن القطاعات المساهمة بشكل كبير في الناتج المحلي، يعني إيه القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي؟ هي نسبة المساهمة ما بتغيرش إن هي تغيرت كتيرة، لكن هو اللي تغير إن إحنا عندنا قطاعات محققة معدلات نمو أكبر، وهي قطاع المعادن والاستخراجات البترولية والغاز الطبيعي، عندي أيضا قطاع قناة السويس، قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. هذه القطاعات محققة معدلات نمو كبيرة، لكن بيظل تنوع القطاعات وتحقيق معدلات النمو هو شامل لكافة قطاعات الاقتصاد المصري مع اختلاف نسبة. يعني حضرتك يمكن ذكرت واحدة من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي هي قناة السويس، وشفنا أنه في الفترة الأخيرة قناة السويس انتهجت سياسات تسويقية لجذب ملاحات خطوط ملاحية جديدة. أثار ده إيه على الاقتصاد المصري؟ الواقع أن قناة السويس لديها فريق ماهر من فرق الإدارة المالية للقناة، وهم لديهم مرونة كبيرة جدا في تحديد أسعار العبور، وهذه الأسعار تتنوع على حسب الوزن وعلى حسب وجهة السفينة وعلى حسب
طبيعه ما تحمله السفينه نفسها وعلى حسب حجمها. الحقيقه متغيرات كتير جدا بتقوم بيها. قناه السويس كان عندها مرونه في فتره كورونا ان هي تعمل تخفيضات كبيره على الاسعار لجذب السفن للعبور من القناه. الان مع تغير الاوضاع وارتفاع اسعار النفط والحاجه الى ان تصل البضائع الى وجهتها باسرع وقت، بدات قناه السويس في رفع اسعار المرور في القناه. بالتالي فان رفع اسعار العبور مضافا اليه وجود قناه السويس الجديده الازدواج الذي خفض من زمن عبور الرحله في القناه ادى الى ان يكون هناك عدد سفن اكبر بتمر بالقناه. بالتالي فان عدد السفن الاكبر مع زياده السعر بيؤدي الى ارتفاع ايرادات قناه السويس اللي حققت خلال العام الماضي لاول مره 7 مليار دولار ايرادات، وبنتوقع ان هذا الرقم يزيد بصوره كبيره خلال العام المالي الجاري. طب هل حضرتك بتشوف انه يعني متوقع تراجع في نشاط التجارة العالمية خلال الأعوام القادمة؟ طبعا زي ما حضرتك عارف يعني حدث تراجع حاد في العام المالي الحالي في نشاط التجارة العالمية، فحضرتك بتشوف أنه هذا التراجع مكمل معانا للأعوام القادمة ولا إن شاء الله هيحصل يعني طفرة جديدة؟ يعني عايزين نقول أن التجارة العالمية والاقتصاد العالمي بصفة عامة 23 هيكون صعب على العالم بالكامل. يعني بعد كده الامور تبدا تتحسن مع 2024، يعني 2023 الدول بتحاول تتكيف مع التداعيات المرتبطه بعقوبات الحرب الاوكرانيه ومشاكل سلاسل الامداد، لان بدا واضحا ان الحرب مستمره لفترات وسنوات طويله، وحتى لو انتهت الحرب فان تداعياتها ستظل مستمره. فأتصور أن عام 2023 هو عام التكيف يليه مع بداية 2024 بداية تحسن الأوضاع. دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، بشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة. مشاهدينا الكرام، معنا تقرير دلوقتي عن اجتماع مجلس الوزراء. شهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض وزيرة التخطيط هالة السعيد لأهم المؤشرات الأولوية للربع الأول من العام المالي الجاري. مشاهدينا الكرام، خلونا نروح نشوف هذا التقرير ونرجع مع حضراتكم مرة ثانية. في ظل الأزمة العالمية الراهنة، تحرص الحكومة بشكل دوري على المتابعة الدائمة لأداء الاقتصاد المصري. وفي هذا الإطار استعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء أهم المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد بالربع الأول من العام المالي الجاري. وعلى الرغم من التحديات التي فرضها استمرار تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأيضاً تأثيرات التغيرات المناخية، إلا أن البيانات الأولية لوزارة التخطيط أظهرت استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بواقع 4.4%. الدكتورة هالة السعيد أكدت أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً يقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري، وذلك في الوقت الذي تباطأ فيه نمو الاقتصاد العالمي من 6% العام الماضي إلى 3.2% خلال العام الجاري، وسط توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% العام المقبل. مؤشرات مطمئنة تؤكد أن الاقتصاد المصري ما زال قادراً على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي المتدهور. أهلاً بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين في الفقرة الإخبارية. الحقيقة معايا خبر بيهم قطاع كبير جداً من الناس في الوقت الحالي، وهو موضوع الملكية الفكرية.
شفنا في الفترة الأخيرة مشاكل كتير جدا في هذا الموضوع، شفنا فنانين بيرفعوا قضايا على بعض، شفنا علامات تجارية بيتم سرقتها، شفنا اختراعات بتنسب لأشخاص مش بتاعتهم، شفنا أغاني، ألحان، أفلام. الحقيقة إنه الموضوع ده موضوع يعني كبير جدا، وكان لازم يتم إنشاء جهة مختصة به لتنظيمه. وعشان كده مجلس الوزراء بيوافق على إنشاء جهاز الملكية الفكرية كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية. عشان نفهم أكتر عن هذا الموضوع معانا على التليفون دكتور محمد حجازي، المستشار القانوني لغرفة صناعة التكنولوجيا المعلومات. برحب بحضرتك يا دكتور وصباح الخير. صباح الخير. أهلا بحضرتك. في الأول كده عايزين نعرف من حضرتك يعني إيه ملكية فكرية وإيه أنواعها؟ طيب، واحنا بنتكلم الحقيقه على الملكيه الفكريه، يمكن الموضوع ده ما هوش موضوع جديد. كلنا عارفين انه لما بيبقى في حد عنده اختراع بيبقى عنده علامه تجاريه او لوجو بيحب انه يحطه على منتجه او على المحل بتاعه او على شركته، حد عنده تصميم بيستخدمه، حد عنده بيكتب اشعار او بيكتب برامج كمبيوتر أو بيرسم أو بيعمل موسيقى. كل ده الحقيقة من مجالات الملكية الفكرية المختلفة. بالتأكيد أنه نتاج الأفكار اللي بتطلع من ذهن الإنسان وبتبتدي أنها تتطبق في الواقع العملي مهم جدا أننا نحميها، ومهم كمان أننا ندي الشخص المبتكر أو المبدع دوت يعني ثمرت إبداعه وابتكاره في العوائد المالية اللي ممكن أنه يتحصل عليها من الحقوق دي. يمكن وإحنا بنتكلم على حياتنا النهاردة الحقيقة ومع التطور التكنولوجي الكبير اللي بيحصل، بقينا بنشوف حقوق الملكية الفكرية بكل حاجة موجودة في حياتنا. أي منتج أو خدمة الحقيقة بنتحصل عليها هتلاقي فيها صورة من صور الملكية الفكرية موجودة، وبالتالي الحقيقة من هنا بتيجي أهميتها. يمكن مصر الحقيقة كانت يعني سباقة في الانضمام للاتفاقيات الدولية المرتبطة بالملكية الفكرية من فترة طويلة من الزمن، مش بس الانضمام للمعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية، إنما كمان كان عندنا مجموعة قوانين بتنظم الملكية الفكرية من سنة 32. الحقيقة إنه مع التطور الطبيعي اللي بيحصل ابتدينا نجمع القوانين دي في قانون واحد، الكلام ده في سنة 2002، بهدف اننا نحمي حقوق الملكية الفكرية في المجالات المختلفة، سواء بقى كان تصميمات صناعية، سواء كان مؤشرات جغرافية، سواء كانت حقوق مؤلف او اختراعات او خلاف. يعني عايز اسأل حضرتك، يعني يمكن لما الملكية الفكرية بيتم حمايتها أكيد ده بيعمل نوع من أنواع جذب الاستثمار سواء داخلي أو خارجي، إزاي فكرة حماية الملكية الفكرية أثرها إيه على جذب الاستثمار؟ بالتأكيد أستاذ أندرو تتفق معايا أنه وإحنا بنتكلم الحقيقة على أي نوع من أنواع الاستثمار، سواء كان الاستثمار ده استثمار محلي أو استثمار أجنبي، بالتأكيد المستثمر دايماً بيبقى قلقان على فلوسه، وقلقان على أنه حتى لو حصل اعتداء على الحقوق اللي هو يعني بيمتلكها والمنتجات اللي هو بيبتدي أنه يشتغل فيها، بيبقى محتاج يعني ايه اطار قانوني بينظم المسألة دي، علشان لو حصل له اي نوع من انواع الاعتداء هيقدر انه ياخد حقه ولا لا، او هياخد حقه امتى. ودي نقطة الحقيقة من النقط المهمة. لما نيجي النهاردة الحقيقة نتكلم بقى على قطاع الدواء، لما نيجي نتكلم على قطاع الأغذية، لما نيجي نتكلم على قطاع تكنولوجيا المعلومات، هتلاقي انه حقوق الملكية الفكرية مكون رئيسي فيه، سواء كان في شكل براءات اختراع في التركيبات الدوائية والمنتجات الطبية وخلافه، أو في برامج الكمبيوتر والتكنولوجيات المستخدمة، أو حتى على مستوى العلامات التجارية اللي احنا بنشوفها في كل المنتجات
اللي موجودة. وبالتالي الحقيقة واحدة من المؤشرات المهمة جدا اللي أي مستثمر بيبص عليها هو حالة احترام الملكية الفكرية داخل المجتمع اللي هو هيبتدي يضخ فيه استثمارات. كل ما كان المجتمع ده قادر أنه يحمي حقوق الملكية الفكرية فده بيشجعه أكتر على الاستثمار في الدولة دي، خصوصا وإحنا الحقيقة يعني بنتكلم على أنه ده عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمنتجات من السلع والخدمات التكنولوجية الحقيقة فيها مكون فكري كبير جدا، وعملية حماية المنتجات الغير ملموسة دي عملية صعبة. وبالتالي كل ما احنا قدرنا اننا نوضح للمستثمرين انه هناك قانون وهناك اليات لانفاذ هذا القانون ده بالتاكيد انه بيشجع الاستثمار بشكل كبير. اكيد، ويمكن يعني تعقيبا على كلام حضرتك بنشوف في دول مثلا زي الصين بيبقى فيه علامات تجاريه بعينها بيتم سرقتها وبيتم يعني ترويج منتجات شبيهه ليها رقم واحد ورقم اتنين ورقم تلاته، بنشوف من النوع ده كتير. عايز اسال حضرتك على الشركات الناشئه ورواد الاعمال، الحقيقه بيواجهوا مشكله كبيره في الوقت الحالي وهي القرصنه. ازاي القراصنه بتاثر على الشركات الناشئه ورواد الاعمال؟ طيب، واحنا دايما بنتكلم على الشركات الناشئه ورواد الاعمال هتلاقي حضرتك انه اساس الموضوع بيبقى فكره مبتكره او فكره جديده ابتدوا انهم يخرجوا بيها، وابتدوا من الفكره دي يطلعوا منتج او يطلعوا خدمه معينه. وبالتالي كل ما قدرنا أننا نحميهم كل ما كان ده بيديهم فرصة الحقيقة أنهم يكبروا السوق بتاعهم ويكبروا ويبتدوا أنهم يشتغلوا بطريقة أفضل ويزودوا استثماراتهم. إنما الحقيقة كل ما كان الحماية ضعيفة أو كل ما كنا مش قادرين أننا نوفر لهم آليات لحماية منتجاتهم وخدماتهم فده بيعرضهم للقرصنة. تعرضهم للقرصنة الحقيقة بيسبب مشاكل كبيرة جدا من الممكن انها تأثر على استمرارية الشركة الناشئة او استمرارية رائد الاعمال في الاستمرار في عمله. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو انا النهاردة بشتغل على منتج وبحاول اني اطوره وبحاول اني استثمر فيه بشكل كبير، وكل يوم انا بلاقي اني بتسرق ومش قادر اني اعوض الخسائر اللي بتتحقق نتيجة القرصنة، فبالتأكيد أن ده بيقلص السوق بشكل كبير جدا، وبالتالي هيخلي معظم الشركات الناشئة اللي هي اوريدي بتشتغل في مجالات الحقيقة جديدة ومجالات سهل فيها يعني عملية الاعتداء، لأنها معظمها منتجات تكنولوجية وبالتالي عملية الاعتداء عليها وتتبعها عملية صعبة. ومن هنا الحقيقة في ارتباط كبير جدا ما بين حقوق الملكية الفكرية والشركات الناشئة، خصوصا الشركات اللي بتشتغل في يعني مجالات الانترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يعني اخيرا عايز اسال حضرتك بقى، لو انا دلوقتي مواطن وفتحت شركه جديده او فتحت علامه تجاريه جديده او معايا مثلا اغنيه انا اللي كاتبها او مثلا اغنيه انا اللي ملحنها ايا كان، يعني اي حاجه ليها علاقه بالملكيه الفكريه، وانا دلوقتي مواطن ومعايا الحاجه دي، ايه الخطوات اللي انا اخدها عشان احمي بيها الفكره بتاعتي او احمي بيها العلامه بتاعتي؟ بالتأكيد أنه دايما بننصح أي شركة أو أي شخص عنده يعني مجال من مجالات الملكية الفكرية عنده فكرة ابتدى أنه ينفذها. وخلينا برضو نقول أنه إحنا بنحمي الأفكار اللي تم تنفيذها، ما بنحميش الفكرة بحد ذاتها. تمام؟ وبالتالي بمجرد ما قدر أنه يتشكل عندنا اختراع معين أو علامة معينة أو كتاب أو بحث أو خلافه، المفروض أننا بنتوجه لمكاتب التسجيل المختصة به علشان نسجل فنحمي حقوقنا، وفي نفس الوقت نبقى ضامنين أنه لو حصل أي نوع من أنواع الاعتداء بقينا قادرين أننا ناخد إجراءات قانونية وتعويضات في حالة وجود اعتداء على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بي.
دكتور محمد حجازي المستشار القانوني لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، بشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة. مشاهدينا الكرام، هنروح بعد كده لتقرير آخر عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الدكتور شابال كسنبس رئيس وحدة الوسائل التكنولوجية المساعدة والأجهزة الطبية بمنظومة الصحة العالمية، والدكتور كلود تراديف رئيس الجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء طبيب عيد محمود مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، واللواء محمد علي نائب مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. مشاهدين الكرام، خلونا نروح نشوف هذا التقرير ونرجع مع حضراتكم مرة ثانية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومسؤولي منظمة الصحة العالمية والمجموعة الوزارية المختصة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً، بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، ومن خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها، وذلك من منظور إنساني وأخلاقي وديني، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعي ليصبح مركزاً إقليمياً لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وذلك وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية، وبالتعاون مع الخبرات العالمية وما لديها من علم وخبرة وقدرات، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وذلك للاستفادة من إمكانات المنظمة في تدريب وتأهيل القوى البشرية المشاركة في المشروع تمهيداً للحصول على الاعتماد الدولي، فضلاً عن التعاون مع الجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تتمثل في القوى البشرية والمنظومة الصحية ومصانع تجميع وموائمة الأطراف الصناعية ومصانع الإنتاج والبحوث الفنية والميكنة ونظم المعلومات والرقمنة الصحية. كما تم في هذا الإطار عرض تفاصيل الزيارة الحالية للوفد الفني من كل من منظمة الصحة العالمية والجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام إلى مصر بهدف تفعيل التعاون في هذا الصدد، حيث اطلع الوفد على الإمكانات المتواجدة فعلياً في مصر في هذا القطاع، إلى جانب المراكز المصرية المتخصصة وكذلك المستشفيات وهيئات الرعاية الصحية، خاصة مجمع الرعاية الصحية بالإسماعيلية الذي تم تطويره على أحدث النظم العالمية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجاري تعميمها على كافة محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الوصول إلى المستوى المأمول على صعيد التأمين الطبي لذوي الإعاقة الحركية. كما اطلع السيد الرئيس على زيارة الوفد الفني الميدانية إلى مركز التأهيل بالعجوزة التابع للقوات المسلحة، والذي يقدم خدمة تأهيلية متميزة لذوي الإعاقة الحركية، فضلاً عن مصنع الأطراف الصناعية التابع للمركز
الذي يقوم بتجميع وموائمة الأطراف الصناعية وفق أحدث النظم العالمية وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية. وقد أشاد أعضاء الوفد بالإمكانات المتاحة حالياً في مصر فيما يخص مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، سواء من حيث التصنيع والتجميع وخدمة موائمة الأطراف للمرضى، بما يفتح الآفاق لإنشاء المجمع الصناعي الجديد. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، واستكمالاً لفقرتنا الإخبارية عندنا خبر مهم جداً عن الحالة الجوية. والحقيقة وإحنا داخلين على أيام الشتاء كلنا بنبقى عايزين نعرف الحالة الجوية مستقرة ولا لأ، نشتي ولا نخفف، خصوصاً إن في تقلبات كتير جداً الأيام دي. وفي أنباء عن استقرار الحالة الجوية خلال الأسبوع المقبل، مع مخاوف يعني على بعض المواقع من عدم استقرار الحالة الجوية. معنا على التليفون دكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق. برحب بحضرتك يا دكتور وصباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى المشاهدين. عايز أعرف من حضرتك يعني الحالة الجوية لنهاية الأسبوع الحالي وكمان الأسبوع المقبل. يعني احنا الاسبوع الحالي يعني في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على السواحل الشماليه وشمال الدلتا، ايضا في فرص سقوط امطار ايضا خفيفه على جنوب البلاد تصل الى وسط الصعيد اليوم وغدا فقط، لكن بعد كده نبدا الاسبوع القادم باذن الله فرص سقوط الامطار تنعدم، بس نبدا نحذر من الشبوره المائيه في الصباح الباكر على الأماكن القريبة من المسطحات المائية والمزروعات. يعني عايز أسأل حضرتك، بما أن حضرتك ذكرت الشبورة المائية، يعني عايزين حضرتك تدي نصيحة للسادة المواطنين على الطرق السريعة، يعملوا إيه لو لقوا شبورة مائية؟ يعني أول حاجة لازم أطبق تعليمات المرور بكل دقة. لو المرور وقف الطريق وممنوع أن أنت تتحرك على الطريق دون، يبقى طبيعي ان انا لازم اطبق هذه التعليمات لانه خايف عليك ان ما كانش كده وشايف ان الشبوره ممكن الحركه فيها بيبقى الحركه فيها ببطء، بتنور كل انوار السياره الاماميه والخلفيه وايضا الانوار بتاعه الانتظار لازم تكون منوره، الحركه بتكون ببطء. لو شفت ان الشبوره بقت كثيفه جدا حفاظا على ارواحك ارواح الناس وارواح اللي معاك، ويجب ان انت بتركن على اقصى اليمين وتشغل برضو الانوار ونور الانتظار عشان اللي جاي من وراك تبقى شايفك لحين تحسن الرؤيه وتبدا الحركه بعد كده. يعني يا دكتور المواطنين كلهم دلوقتي عندهم سؤال مهم، يعني حتى بيتداولوه على مواقع التواصل الاجتماعي، هل بكده نقدر نقول ان الشتاء بدأ ولا لسه ما بدأش؟ يعني مناخيا هو هيبدأ 22/12 او 21/12 يعني، لكن الجزء الاخير من الخريف دائما بيشابه فصل الشتاء، ولذلك تجد ان بدأت درجات الحرارة ونحس بيه ان فعلا في لسعه برد في المساء المتاخر وفي الصباح الباكر بيبقى الجو بارد فعلا، حتى في النهار لو انت ماشي في بعيد عن الشمس في اي حته ظل بتحس برضه ان انت مستحمل الهدوم الشتويه اللي انت لابسها، فيعني شايف ان احنا فعلا جو الشتاء، لان احنا عندنا كمان الشتاء بتاعنا ما هوش قارس البروده يعني، فلا لازم ان احنا نبدا نشتي يعني. طيب اخيرا يا دكتور بقى عايزين نعرف من حضرتك توقعاتك لشتاء 2023 هيكون عامل ازاي؟ يعني وفقا للبيانات المناخيه المتوفره لدى الهيئه الارصاد الجويه نقدر نقول انه هيكون شتاء في بعض اوقاته هيبقى فعلا قارس البروده، فرص الامطار هتبقى متوفرة وتبقى غزيرة بالنسبة للسواحل الشمالية والدلتا، يمكن القاهرة هيبقى فيها أمطار صيفية في هذه الشتوية ولكن مش بالكم ولا بعدد الأيام
اللي زي الحقول على الساحل الشمالية وشمال الدلتا بالذات، يعني نقدر نقول انه يعني شهر بالذات اخر شهر 12 وشهر 1 ده اللي هيكون فعلا الجو فيه شتوي بارد على الجمهورية. دكتور احمد عبد العال رئيس هيئة الارصاد الجوية السابق، بشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة. مشاهدينا الكرام، هنروح بعد كده بقى لتقرير عن وزارة الداخلية. تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والتي تضر بالبيئة. مشاهدينا الكرام، خلونا نخرج نشوف هذا التقرير ونرجع مع حضراتكم مرة ثانية. في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري، واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية الأمن حملاتها التفتيشية المكبرة، حيث استهدفت عدداً من المصانع والمخازن غير المرخصة بنطاق مديرية أمن الجيزة، وأسفرت عن ضبط 5 مصانع ومخزن بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة وتداول المنظفات والمطهرات المنزلية ومنتجات الألبان وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة، وبلغ إجمالي المضبوطات 41 طن و 32 ألف قطعة مواد خام صلبة وسائلة مجهولة المصدر، و 19 طن مواد غذائية بدون ترخيص، وقرابة 4 أطنان مواد خام ومنتج نهائي بلاستيك مجهولة المصدر، وقرابة نصف طن و 12500 متر مخلفات نحاسية وبلاستيكية ومنتج نهائي لأسلاك وخراطيم كهربائية بدون موافقات بيئية. واستمرار للحملات الأمنية بنطاق مديرية أمن الجيزة لحماية الثروة الزراعية، أسفرت عن ضبط 3 مصانع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية، بداخلهم كمية تزن 710 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم في تصنيع المخصبات والأسمدة الزراعية. الأجهزة الأمنية شنت حملة أمنية مكبرة بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت تلك الحملة وفي مجال حماية الثروة الزراعية عن ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع المخصبات والمبيدات الزراعية بإجمالي مضبوطات قرابة 8 أطنان منتج نهائي ومستلزمات إنتاج مخصبات ومبيدات زراعية مجهولة المصدر. وفي مجال حماية البيئة تم ضبط مصنعين ومخزن بدون ترخيص بالقليوبية لتعبئة وتداول المنظفات والمعطرات المنزلية وفرز وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بإجمالي مضبوطات قرابة 113 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات صناعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة، وأكثر من نصف طن مواد خام لنفايات إلكترونية خطرة ومحظور حيازتها أو تداولها بدون ترخيص. كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها بنطاق مديرية أمن المنوفية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 مصانع و3 محلات ومخزن وشركة جميعها بدون ترخيص للأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية بإجمالي مضبوطات 42 طن ونصف أعلاف حيوانية وداجنة متنوعة بدون ترخيص، وكذا مغشوشة ومقلدة، و66 طن أسمدة ومخصبات زراعية متنوعة بدون ترخيص، ونصف طن ملح طعام بدون بيانات. كما تم ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المنظفات والمعطرات المنزلية بمنوفية بإجمالي مضبوطات 23 طن ونصف مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات ومعطرات منزلية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين في فقرتنا الإخبارية وهنروح لخبر عن وزارة الزراعة. تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة في جميع المحافظات، وجهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية للسيطرة على مرضى الحمى القلعية. لتفاصيل أكتر معانا على الهاتف دكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. برحب بحضرتك يا دكتور وصباح الخير. أهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير.
الحقيقة يعني حملات مهمة بتقوم بها الوزارة في القرى. عايز أسأل حضرتك عن ما تم تحصينه من رؤوس المشايا والقرى اللي تم تغطيتها في هذا الموضوع. يعني اسمح لي أشكر حضرتك شكرا جزيلا. وطبعا الحقيقة احنا عندنا اهتمام كبير بتحصين وتوفير اللقاحات اللازمة للثروة الحيوانية. طبعا ده بيأتي في إطار جهود الدولة لزيادة مصادر البروتين من أصل حيواني، وكان في مشروعات متعددة نفذناها هدفها خدمة المزارع وهدفها خدمة المنتج الزراعي إن يلاقي احتياجاته بشكل أكبر ويلاقي كل المستلزمات الزراعية اللي هو محتاجها. طبعا في هذا الإطار احنا قمنا بزيادة عدد الرؤوس من خلال مشروع البتلو، وقمنا أيضا بتوفير مصادر دخل متنوعة ومشروعات التحسين الوراثي ومشروعات المليون راس ماشية على مراحل. كل ده كان باقتضاء ان احنا ننفذ حملات تحصين، وبالتالي زدنا عدد حملات التحصين اللي كان بيتم تنفيذها خلال العام. بدل ما تكون حملة او واحدة بقت ثلاث حملات دلوقتي، وده مضاعفة لأعداد الحملات. وبنقوم بتنفيذ الحملات دي ضد الأمراض المعدية اللي موجودة عندنا في مصر او اللي مصر حتى خالية منها، بس هي موجودة في مناطق دول الجوار وبالتالي بتمثل تهديد بالنسبة لثروتنا الحيوانية. يعني الحقيقة دكتور في نشاط كبير جدا من جانب الوزارة في هذا الموضوع. يعني عايز أسأل حضرتك، هل بيتم متابعة أو في لجان بتقدر تتابع الإجراءات الصحية البيطرية لأعمال التحصين عشان يعني المجهود ما يروحش على الفاضي؟ طبعا ده أمر أكيد وأمر مسلم بيه. يعني احنا بنحصلنا خلال الحملة دي بدأت في يوم 19 نوفمبر. الحقيقة عندنا مجموعة الأطباء البيطريين الحقيقة بيقوم بجهد كبير جدا على مستوى الجمهورية. حملات طرق المنازل بيبقى فيه زيارات ميدانية، في آليات للمتابعة والرقابة على عمليات التحصين عشان نضمن وصول التحصين لكل الرؤوس. وإحنا عندنا الحمد لله تم تحصين أكثر من 659 ألف راس ماشية، ده من الأبكار والجاموس ضد مرض الحمى القلعية. وحصلنا كمان 626 ألف ضد راس ماشية يعني ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وده من الفترة من 19 ليوم 23 نوفمبر. وده بيوضح قد ايه كان فيه جهد كبير مبذول. كمان احنا عملنا 1910 ندوة ارشادية لتوعية المواطنين باهمية التحصين، وعملنا عملية ترقيم وتسجيل لاكثر من 19 الف راس جديدة خلال عملية التحصين. طبعا ده بيدي فرصة ان يبقى عندنا قاعدة بيانات واضحة، ده بيدي فرصة لتعزيز دخل المزارع والمنتج الخاص بالإنتاج الحيواني ضمن مبادرة بقى حياة كريمة لتوفير مصدر دخل آمن ومستقر لأهالينا المواطنين وسكان المناطق الريفية. فالحياة في تنوع كبير وفي جهد كبير مبذول لزيادة قدرتنا الإنتاجية من ثروتنا الحيوانية. يعني عايز أسأل حضرتك برضو عن التقرير اللي تلقاه السيد القصير وزير الزراعة. الحقيقة التقرير بيتضمن عمليات تسجيل وترقيم المشاية، يعني إيه الكلام ده وأهميته إيه؟ الحقيقة فكرة الترقيم والتسجيل إن إحنا يبقى عندنا قاعدة بيانات محدثة عن ثروتنا الحيوانية. دي تيجي إزاي؟ بتيجي من خلال عملية الترقيم والتسجيل، إن إحنا بالتالي يكون عندنا فرصة لتوفير بيانات محدثة، وبنعمل لكل حيوان بيتم ترقيمه دبلة بتبقى موجودة في أذنه، وبالتالي بنقدر نتتبع هذا الحيوان لحد ما بيوصل لحد المجزر أو بيتم ذبحه. فبيبقى عندنا عملية الذبح وبيتشال من عليه العلامة دي. الحاجة الثانية إن طبعا دي كمان بتبقى مرتبطة بفكرة التأمين، يعني احنا بنأمن على ثروتنا الحيوانية، وطبعا عملية التأمين دي بتساعد في تعويض الفلاح لو تعرض لقدر الله لأي خسائر خلال عملية التربية، وبنديله التعويضات اللازمة، وبالتالي بنحافظ على انتاجية المزارع وبنحافظ على هامش ربحيته. وعندنا مشروع اسمه مشروع التأمين على المشية، وده بيقوم بتلبية احتياجات المزارعين والمربيين من عمليات التأمين اللي تحافظ على ثروتهم. وطبعا بيتم التنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على المشية عشان يكون كل أهالينا المزارعين المؤمن عليهم بيحصلوا على هذه اللقاحات، وبالتالي ده بيساعدهم في ضمان وزيادة احتمالية نجاحهم في تربية رؤوس المشي. دكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، بشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة. مشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا الإخبارية، بس قبل ما نطلع فاصل هنقرأ لحضراتكم المقال الأسبوعي لنيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي. المقال بعنوان الصمود والتحدي. اتسمت شخصية رؤوف غبور بسمات عديدة، أهمها عدم اليأس،
وعدم الاستسلام، فإن كان قد بدأ نجاحاته وهو ما يزال في سن 7، واستطاع تكوين ثروة شخصية تجاوزت 500,000 جنيه مع انتهاء دراسته الجامعية، وفي أثناء عمله موظفا بقطاع الإطارات بشركة إخوان غبور تمكن من رفع المبيعات الشهرية من $50,000 إلى $5,000,000 في أقل من 2 محققا للشركة أرباحا طائلة. فإنه تعرض لعدد من الأزمات الشديدة التي استطاع اجتيازها بقدرته الفائقة في عدم يأسه ورفضه الاستسلام. كانت أولى تلك الأزمات من أكتوبر 1981 حتى سبتمبر 1982 مع حادثة المنصة وانهيار الجنيه المصري، وبعده بدأ الانهيار الاقتصادي. فيذكر عن تلك المرحلة: بدأت الأزمات والخسائر تتراكم فوق رؤوسنا مع توقف حركة البيع بالسوق وفائدة الدولار الذي زاد بنسبة 25%، لكنه لم يستسلم كرجال أعمال كثيرين قرروا الهروب، بل حاول أن يلجأ إلى أفضل الحلول لاجتياز الأزمة، ففضل عرض بضاعته بأسعار ذلك الوقت بخسارة يومية وصلت ل 100,000 جنيه عن ركود تجارته وإفلاسه، وبدأ في الوصول بنفسه إلى تاجر التجزئة في سابقة من نوعها في مصر. ويذكر رؤوف غبور: هناك رجال أعمال قرروا الهروب وآخرون دخلوا السجن، أما أنا وكذلك عائلتي فقررنا الصمود والتحدي، فقد كنت أبكي بيني وبين نفسي بسبب هذه الخسائر المتواصلة. لم يكن التعثر الوحيد الذي مر برؤوف غبور، بل تعرض سنة 1999 لتعثر ثاني في شركاته الخاصة حين بدأ المؤسسية بأسلوب خاطئ متسرع، لكنه تدارك الموقف واستطاع العبور. فيقول: تعلمت أيضا ألا أيأس أبدا أو أستسلم، قررت المقاومة وعدم اليأس والمواجهة كل الظروف، وبالإيمان بهدفي وعدم اليأس استطعت أن أسدد كل الديون، والحمد لله عدم اليأس ظل أسلوب حياة معي في كل الأوقات. وبالفعل في سنة 2007 كان قد تخلص من معظم الديون وتنامت أعماله من جديد، وبدأت مراحل جديدة في نجاحاته، فقد طرح 30% من أسهم الشركة في اكتتاب عام، وفي السنة التالية أسس شركة جي بي للتأجير التمويلي، وهي شركة لتوفير الحلول التمويلية في مجال السيارات والعقارات وخطوط الإنتاج. وفي 2009 عمل بمجال التمويل المتناهي الصغر، فأسس شركة مشروعي وشركة تسهيل للتسليف النقدي. وفي 2012 أطلق شركة درايف لبيع السيارات بالتقسيط، ثم تلاها تأسيس شركة ائتمان للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وهكذا ظلت النجاحات تتوالى حتى وصلت إلى تأسيس عدد من الشركات في 2021، منها شركة فرصة للتمويل الاستهلاكي ورصيدي للسداد الإلكتروني وكاف للتأمين على الحياة. وفي مارس 2021 تقدم باستقالته رسميا وتعين نادر غبور في منصب المدير التنفيذي للمجموعة، وهكذا اقتادوا عدم اليأس إلى استعادة النجاحات والمرور من الأزمات، حتى كتب: أمتلك سجل نجاح معقول بعد أن نجحت في المرور بشركاتي من أزمات مالية صعبة ووجودية، حولت شركاتي من شبه مفلسة تعاني من ويلات المديونات المليارية إلى واحدة من أكبر القلاع الصناعية والمالية في مصر. لقد رهنت كثيرا على قدرتي على الوقوف ثم الركض والعدو بعد تعثري وسكوتي، إلا أنني أريد التوقف عن صفة هامة جدا تميز بها رجل الأعمال الطبيب رؤوف غبور، سمة استقاها من أفراد أسرته السمعة الجيدة التي حرص عليها بنائها مع كل من تعامل معه، فكانت سببا في إنقاذه من أزماته. والحديث في مصر الحلوة لا ينتهي. ده كان مقال الأنبا أرمية، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. تعيش يا سيدنا، ودايما بتكتب مقالات حلوة. دي كانت فقرتنا الإخبارية مشاهدينا الكرام. هنخرج لفاصل سريع ونرجع تاني لفقرتنا الصحفية. خليكم معنا.